السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. هذا الفيديو غنشوفه صاحبه اللي كيتكلم بالصوت والصورة باش يكون شاهد على نفسه ويكون شاهد على مرتزقات البوليزاريو اللي كيطبلوا بصحراءنا المغربيون اللي كيواجهوا حسب مخططات البوليزاريو والسلطات المغربية لتأجيج الأوضاع وخلق الفوضى وزعزعة استقرار المغرب. هذا واحد كان كيعيش في العيون، معروف اسمه سيدي محمد علوات. عديد هي المرات اللي تواجه مع السلطات المغربية والشد وجذب واعتقالات وتعرض لنفسه لياسر من الأمور تحت أوامر البوليزاريو. عديد هي المرات كانت وفود أممية تزور العيون، تزور الداخلة، تزور البوزدور، تزور السمارة، كيتصل به المخابرات الجزائرية والبوليزاريو كتقول له يخرج للشارع وحمل شرويطات البوليزاريو وتواجه مع السلطات المغربية، راه الوفد الأممي ولا المسؤول الفلاني راه غيزور العيون. وفعلا كان تيدير داك الشيء اللي كيدير. في الأخير دازت الأيام ومرت الأيام ومرت الأعوام ومشى بغى يغلق معبر قرقرات. دخلت كما كتعرفوا القوات المسلحه الملكيه في قضيه القرقرات سنه 2020، حتى جبر نفسه هذا الشخص في موريتانيا، وجبر نفسه فجاه متشرد بموريتانيا. حتى البوليزاريو تخلات عليه، ما بقاتش كتعقل عليه بالمره، عطاتو كما كنقولوا بالدارجه المغربيه النخال. هذاك المناضل علوات، مناضل جبهه البوليزاريو وكذا، ما بقاتش ما حد خرج من المغرب ومشى لموريتانيا، ما بقى ساوي عندهم هو حتى شي حاجه. ولا السيد عطى غير السكره والتشمكير والشوارع، والناس يطلب الصدقه من الناس، يمسوا لي بعد مرتزقه البوليزاريو شويه فلوس يعيش. واكثر من هذا عادت ازمت له الحياه، مرض ولا في واحد الحاله لا يرتى لها، وما بقاش اللي يعيله ولا اللي يعطيه فلوس باش يعيش، ولا ممنوع عليه يرجع للمغرب، ولا يدخل مخيمات تندوف. دخل مخيمات تندوف طلبهم على انه يعدلوا له عمليه جراحيه على الانياف ديالو، وعنده مشكل كذلك في رجليه، يعني بغى عمليه. وقال البوليزاريو يعطيني الفيزا بغيت نمشي لاسبانيا ولا فرنسا ندير عمليه، ما عطاوه حتى قيمه نهائيا، ما بقى ساوي عندهم شيء نهائيا. عدل واحد الاعتصام، واحد الاحتجاج، واحد اضراب عن الطعام في مخيمات تندوف. جاو شي وحدين موالي البوليزاريو عطاوه طريحه، عطاوه تفرشيخه ديال العصا. من بعد ذاك هاجر المخيمات ومشى للوهران، تصادف مع بعض المحسنين اللي ما هم موالي البوليزاريو ولكن بفعل صحراويين، جمعوا معاه وجمعوا له بعض المال وداروا له عمليه على النيف ديالو، كان مريض. بعد ذاك رجع مره اخرى يمرض، وهذه المره كيمرض من رجله شي مرض خطير، واليوم كيطالب البوليزاريو باش تعدل له عمليه. رغم انه كان مناضل البوليزاريو ومناصر البوليزاريو وكان كيتواجه مع السلطات المغربيه وكانت كتعتمد عليه المخابرات الجزائريه، والبوليزاريو فعلا كيهز ديك شرويطات البوليزاريو وكيتواجه نيت. تبحثوا عليه في اليوتيوب، بغا تجبروا عدد كبير من الفيديوهات، دخل في عمليه شد وجد مع السلطات المغربيه، لكن اليوم تخلات عليه البوليزاريو. اليوم كي غنسمعوا في هذا الفيديو ديالو، راه كيتواجد في الجزائر العاصمه وكيطلبهم يديروا له عمليه جراحيه مستعجله على رجلي، ولا يعطوه الفيزا يخرج من الجزائر ويمشي لاسبانيا ولا فرنسا يدير ديك العمليه. لكن البوليزاريو حقيقه ما عقلتش عليه، بوليزاريو ما تخلات عليه بالمره. وهذا يكون عبره حقيقيه مرتزقات البوليزاريو اللي عندنا حنا في العيون وفي الداخله وفي بوجدور والسماره، واكثريه منهم في قلميم. قلميم اللي ما كيشملهاش النزاع، واللي كيطبلوا البوليزاريو ويعتبروا المغرب احتلال، وحنا مستوطنين، وديك الاسطوانه ديال البوليزاريو لا لشيء الا من اجل المال. كونوا مأكدين على ان البوليزاريو فقط كتستعملكم لتأجيج الاوضاع ونشر الفوضى والتفرقه والعداوه وزعزعه استقرار المغرب. ولا ما كنتوش في المغرب، كنتو خارج المغرب، فراه ما عندها بكم غرض، غتجاهلكم
وغتخليكم متشردين وغتهملكم وغتخلى عليكم. وكونوا مأكدين على أنكم في الظاهرية يعني في اللي كيظهر لكم أنكم مناضلين البوليزاريو، ولكن في الواقع الحقيقي عند البوليزاريو أنكم ألا شليحات حسب وصف البوليزاريو، أنكم ألا قويبلات الشلوحة حسب وصف وحسب معتقد وحسب فكر البوليزاريو. سمعوا فيديو ديال علوات هذا اللي اليوم متخلى عنها من طرف البوليزاريو واللي مريض وحاس بنفسه أنه أصبح متشرد. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الشعب الصحراوي هذا يتكلم سيدي محمد، محمد العروسي، اسم الثلاثي، اسم المتحد، وفي العيون المحتلة عاصمة الصحراء العربية المحتلة المغرب، الاحتلال المغربي على الواسد محمد، موظف الصحة موقف حالي أسباب سياسية من طرف الاحتلال المغربي، متزوج وأبلي ولد ثلاثة عمان عن شوفه، كيف قلت له معتقل السياسة الحرام السابق، ورئيس جمعية بصار الخالي المحاقين في الصحراء الغربية، ناشط حقوق ومدافع عن حقوق الإنسان، متواجد حاليا بالجزائر العاصمة بلد مليون الشهيد، أريد حقي في العلاج. إجراء عملية على أعصاب الرجل اليمنى من ذوي الاحتياجات الخاصة. نتمنى مولانا أن تفهموا هذه الرسالة. يا غيمن هنا قدام أنت خالك سكت. سكتنا ما فيه الكفاية. الأمور واضحة. إحنا طلبنا نكون فيزا باش تعالج. أما العملية على خنافر درناها فهرا. قطار المرضى الثاني فهرا جزاه الله خيرا نداي المدير العام. ذاك اللي عدنا مولانا يخلصه ويجزيه. ونشكر كافة الشعب الصحراوي وبعض بعض الأمانة وبعض الوزارة وبعض التمثيليات في أوروبا وإفريقيا وقفوا إلى جانبي دائما جزاهم الله خير. أدرك اللهم أني قد بلغ أدرك رسالتي ما تتعود للحكومة، رسالتي من هو القدام نتوجه إلى رئيس الجمهورية بلد من الشهيد كل صدق. أدرك اللهم أني قد بلغت وراني من ذوي الاحتياجات الخاصة وماذا حقها مطالب ونعطى الله على ملك الاحتلال وأول الاحتلال.